المواسم عند العرب عبارة عن سمات مناخية تحدث خلال هذه الفترة الزمانية. إسهيل تسود فيها الرياح الجنوبية الرطبة، الوسم تسود فيها الرياح الشمالية الناعمة، المربعانية تتحرك فيه الرياح الشمالية الباردة، الشبط تنهض فيها الرياح الماكرة. والأحوال المناخية لا تعزف على وتر واحدة، بل تتقلب من وتر إلى وتر ثانية. تغيرات سريعة حركة الرياح، تغيرات بطيئة درجة الحرارة. ونحن الآن في موسم الشبط، وهذا الموسم يتسم بعدة سمات. أولاً، سرعة التقلبات الجوية، والعامة يقولون إشباط ما على كلامه، إرباط. ثانياً، برودة رياحه، والرياح هذه يسميها العامة بنبكية الحصني، والحصني هو الثعلب، ومن ذكائه أنه يجعل جحره الجهة الجنوب. ليش؟ لأن الرياح الجنوبية عادة ما تكون دافئة، لكن بالشبط حتى الرياح الجنوبية تكون باردة، ولهذا يبكي لأن ذكاءه لم ينفعه. ثالثاً، التذبذب في حركة الرياح، فطوال موسم الشبط حركة الرياح متذبذبة بين القوة والضعف، مما يجعل الأبواب والنوافذ لها صوت خلخلة، والعامة يقولون إشباط مقرقع البيبان. وهذا التذبذب يجعل أساسيات المنازل بين قوسين الخيام متقطعة، اللي هي الحبال. وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون إشباط مقطع الرباط.